مشكلة بتحصل في سخان الغاز، وهو لما بنشغل المية السخنة بيشتغل السخان معانا عادي وبيدينا درجة الحرارة بتاعتنا، لكن بعد شوية بيفصل لوحده والنار اهي طفت كده. في مشكلة معانا في السخان. ايه هي المشكلة؟ ناخد بالنا كده من الحساس ده بيكون بتاع اشعال الذاتي، بيكون قصير علشان اشعال الذاتي، لكن ده بيكون خاص بالنار. لازم الحساس الطويل ده يكون حاسس بالنار. لو ما حسش بالنار بعد 10 ثواني او 15 ثانية نلاقيه بيفصل معانا السخان وما بيشتغلش، لان كده بيقول ان الغاز مفتوح والنار مش موجودة. طيب نشوفه كده معانا، ممكن يكون متآكل بسبب النار محتاج تغيير، او يكون اتحرك من مكانه مش على النار. و نحطه مظبوط على النار كده، اهو ده بيكون الحساس الطويل، ونجرب اشتغل معانا. نبدأ نستنى كده قبل ما نقفل الوش بتاع السخان، اهو لو لاحظنا في احمرار في السخان. طول ما في احمرار وطول ما موجود كده السخان معانا مش هيفصل. طبعا بسبب الاحمرار دوت ممكن يكون السخان ده او الحساس دوت يكون اتاكل معانا فاتقطع، فده محتاج يتغير. الحساس يتغير بالسلك بتاعه كده، او يكون اتحرك من مكانه ومش حاسس بالنار. مفيش درجة الاحمرار دي، اهو مفيش درجة الاحمرار دي، فكده لازم يتحط مكانه. ممكن يكون عالي شوية او نزل على النار، او النار عنده ممكن يكون مسدودة، الفونيل مسدودة فمفيش نار الناحية اللي فيها دي. فناخد بالنا من الحاجات دي، وده السبب بتاع ان السخان بيشتغل لثواني كويس والنار بتشتغل ويفصل معانا، هو الحساس ده. ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بلايك وقول لنا رأيك.